أكد الإطار الوطني الحسين عموتة مدرب فريق الوداد الرياضي أن فريقها أضاع العديد من الفرص السنحة للتسجيل في المباراة التي جمعته بالمولودية الوجدية لحساب الجولة السابعة من البطولة الاحترافية إنوي، والتي انتهت بفوز الفريق الأحمر بهدف نظيف من توقيع المهاجم السنغالي جونيور بولي سامبو. وقال عموتة خلال الندوة الصحفية التي تلت المباراة: تعذبنا كثيرا من أجل تحقيق الفوز على المولودية الوجدية، فبعد إضاعتنا لخمس فرص سانحة للتسجيل في الشوط الأول كان من الممكن أن يفاجئنا الفريق الوجدي في الشوط الثاني وأردف. كنا نتوقع أن المباراة لن تكون سهلة، والفريق الوجدي خلق لنا العديد من المتاعب في ظل تنظيمها الجيد فوق رقعة الميدان، وضياع الفرص زاد من صعوبة اللقاء. وختم: فوز الجيش الملكي أمام الحسنية فرض علينا بعض الضغط، حيث كنا مطالبين بتحقيق الفوز للارتقاء للصدارة.